so many times, I don't know which way to go. Seem like all my life. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وديد من فايد ميسك ومعكم إن شاء الله في هذا الفيديو. حابين نتكلم على كيف أقيس نسبة الدهون في الجسد تاعي بدون أي معدات بالنسبة للولد أولاد ولا البنات الشاشرة وشيرات. أول حاجة قبل ما نخبركم كيف أقيس نسبة الدهون لازم نعرفوا واش في واش نحتاجوها. واش نحتاجوها للناس اللي باغي تبدل ليزابل تبين ليزابل شوية بطل. الناس اللي باغي تبين ليزابل أغلبية الناس غادي تبان لهم كي تكون نسبة الدهون أقل من 10. كاين بعض الناس اللي تبان لهم تكون 10-11% ولا حتى 12%، لكن كل الناس تبان لهم تكون نسبة الدهون أقل من 10%. واش هي نسبة الدهون؟ نسبة الدهون هي وزن الدهون في الجسد تاعك من الوزن الكلي، بمعنى إذا كنت وزن 70 كيلو عندك 10% نسبة دهون، بمعنى عندك 7 كيلو في الجسم تاعك هو وزن الدهون. 80 كيلو 10% دهون معنى 8 كيلو دهون في الجسد تاعك. هذه تساعدنا أيضا أن تعرف الأستروجين تاعك صح ولا لا. إذا زدت في الفو وفقات نسبة الدهون منخفضة نوعا ما، يعني ما زادتش بزاف، معناها الرجيم تاعك كان صح. إذا صرت بلي زدت في البوا ونسبة الدهون زادت دفعت معاك، معناها الرجيم تاعك ما كان صح ولا طريقة التدريب تاعك ما كان صح. لأنك إذا زدت بزاف نسبة الدهون معناها بلي في الرجيم تاعك راك تدخل بزاف كربوهيدرات وراك تدخل بزاف دهون. كربوهيدرات هضرنا عليهم وشنو هما، والدهون كما قلنا المصادر تاعها باينة واش هي أيضا. وفاني باش نعرفوا اسكو وين تنبدا النشف، كاع الناس تحوس تعرف اسكو الفوليمي ولا النشف. هذه هي الطريقه اللي تعرف بها اذا ضربك راك في المرحله اللي راك فيها اسكو تساعدك انك تفوليمي ولا تنشف. اذا كان نسبه الدهون منخفضه كمل كيما راك، يعني زيد كمل في لاماس والفوليمي شويه. الا تروح بلي نسبه الدهون راهي مرتفعه من المستحسن انك تخفضها. وكاينه طريقه تخفض نسبه الدهون وتزيد الكتله العضليه لاماس مشكله، وان شاء الله غادي نهضروا عليها في فيديو واحد اخر. عندنا كذلك بالنسبه للتمرينات باش تخبرك اسكو دير كارديو، اسكو دخل كارديو ربع خطرات ولا عشر في السيمانه، ولا تخلي الكارديو تاعك مره او مرتين في السيمانه. بلا ما نطولوا عليكم باش نحسبوا لازمنا حاجه واحده فقط اللي هي المتر ميدر. اللي ما عندهاش ميدر تو سامبلومون يحسب بخيط ومن بعد هذاك الخيط يميزوا واش شحال صافي. بالنسبه للشاشره الاولاد عندنا نحسبوا منطقتين، نحسبوا توجيس عند الصره، نحسبوا ديريكت عند الصره تاعك هنايا، نحسب عند الصره تاعك بس تحسب عند الصره تاعك، وتحسب ايضا في الرقبه عند الرقبه. الرقبه وين توجيس عند تفاحه ادم، ما نشاء انا وراه تفاحه ادم يخرجوها ليسونسيال عند تفاحه ادم هنايا، وتحسب شحال عندك. نحسب هنايا ها شوف شوف شحال عندي هنايا، عندي 39 يعني 72 72 و39 هادو منطقتين هما اللي تحتاجهم. وعندك ايضا تحتاج الطول تاعك بيان سور، كاع نعرفوا الطول تاعنا. اذا ما تعرف الطول تاعك فين تقدر تحسبها بالمتر ليسونسيال. هادو ثلاث صور نحتاجو ثلاث ارقام. وعندنا كاين انسيت اللي غادي ندخل اللين تاعها ان شاء الله يكون في الفيديو، تسيبو لي من تحت تدخل في هذاك السيت. هذاك السيت سيت انسيت امريكا تسمى شغل منه موقع امريكي، الامريكان يستعملوا الانش، ولكن تقدر تبدل الوحده. قال الانش تلقى سنتيمتر بدل سنتيمتر، دخل ثلاث ارقام الطول، ومن بعد تلقاو كاتبين ويست، ويست اللي هو الابدومينو، تلقاو كاتبين ابدومينو، دخل ابدومينو، وتلقاو كاتبين ناك الرقبه، دخل الرقبه تاعك شحال صوت فيه. هذه بالنسبه للاولاد. البنات ما غاديش يحسبوا عند السره، يعني ما بين السره وما بين منطقه نهايه الصدر يستعملوا الوسط، وهي في الاغلب الحالات تكون المنطقه الصغيره كاع في الجسم تاع جسم المراه تكون هنا، يعني هذه المنطقه الوسط تاعها. نحسبوا هنايا بيان سي غادي تجي كبيره عند الشاشه، خاصها تكون عندها الدور، لكن شيرات ما يكونش عندهم الدور صوت، تما تكون هي المنطقه كاع الصغيره. غتقميتو هنايا اوب وهنا، مانيش عارف انا متهمش شحال في شحال هنايا 80. ليسونسيال تحسب هنايا، تحسب منطقه الوسط يعني بمنطقه الخصر والمؤخره هنايا، تحسب توجيست هنا هنايا عند منطقه المؤخره نيشان هنايا هكذا، وتحسب كذلك الرقبه تاعها. يعني البنات عندهم
اربع اربع ارقام، الطول، منطقه اللي هنايا، منطقه الخصر، منطقه عفوا منطقه هنا لي زابدو، وعندنا منطقه الخصر بمعنى المؤخره، ولا هنايا منطقه الارداف، المصرح الارداف هنايا ومع الطول تاعك. تدخلهم في السيت، هو اللي غادي كالكولي لك شحال فيك نسبه الدهون. اذا كانت نسبه الدهون، يعني كمجرد نصيحه فقط هذه، اذا كانت نسبه الدهون اكثر من 15، يعني هنايا الواحد لازم شويه يعسر الريجيم تاعو، لانه راهو كما نقولوا حنا في العاميه تاعنا راه مخلط في الماكل، هكا غير تاكل وصاي. اما اذا كانت اقل من 15% راك كومان، 12 راك مليح بزاف، 10 راك تبريباري الكومبيتيشن راك شامبيون. يعني قل من 10% غادي يبانوا لي زابدو، يبانوا لي زابدو بيان. 12 كاين اللي يبانوا عندهم لي زابدو كيما انا نظن راني 11 ولا 12، لكن لي زابدو كوميم شويه راهم ماهمش كاع ناشفين، لكن شويه. وبالنسبه للبنات كذلك، يعني اذا كانت نسبه البنات تكون عندهم شويه مرتفعه، يعني 18 راهي تخلص شويه، 15 راهي مليحه، 12 راكي توب، قل من 12 راكي بيت بالبالي ميس بيكين. هذا بالنسبه للفيديو على نسبة الدهون، ان شاء الله يكون عجبكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا ابوني لاشين يوتيوب، رانا جدد ورانا نحتاجوا لي زابوني تاعكم. بارطاجيو لنا الفيديو اللي بغيتوا تعاونونا ديرهم في ليميو تاعكم باش يشوفهم اكبر عدد ممكن من الناس. ما تنساوش لي جام وجام صفحه فاير ميوزك في الفيسبوك. الله يدوم هناكم، السلام عليكم.